بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة معنا موديل نمبر 15 أو النموذج رقم 15 من كتاب المعاصر، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لكويشن نمبر 1، if you feel thirsty space very cold water. طبعا هنا حالة if الشرطية الأولى، if مضارع بسيط feel يبقى بيقابلها مستقبل أو أمر. المستقبل عندنا ما فيش عندنا مستقبل لأن ما عنديش فاعل، يبقى أمر. طبعا هنا بقول لك if you feel thirsty not drink ولا not to drink، طبعا الأمر إيه؟ don't بينفى بدونت، يبقى don't drink cold water، ما تشربش مية باردة، يبقى هنا letter C. My sister has an interview، أختي عندها مقابلة tomorrow غدا. She hopes that she، مجرد ما نشوف الفعل hope أو believe أو predict أو expect، طبعا أشهر أفعال بيجي معاها will أو think، think أو hope أو believe، يبقى will. That she will do، طبعا do well، يبقى hope أو predict أو expect من الأفعال اللي بيجي معاها will. Being bitten by a snake يعني كونك طبعا اتعضيت من ثعبان أو اتلدغت من ثعبان. Was a space experience I had during camping for years، طبعا دي حاجة سيئة. the best ولا the worst، طبعا the worst experience يعني أسوأ تجربة أنا مريت بيها في المعسكر. لكن ما ينفعش هنا مقارنة، ده طبعا هو بيعبر عن نوع أسلوب تفضيل. after coming home you space wash your hands to avoid coronavirus infection، بعد ما ترجع على البيت you space wash your hands، يجب أن أنت تغسل إيدك to avoid coronavirus عشان تتجنب فيروس كورونا أو عدوى فيروس كورونا. infection يعني العدوى. طبعا have to ولا ought ولا must، طبعا لإما must لإما ought to، have to لكن ought ناقصة to وneed ناقصة to، تبقى احنا هناخد مين؟ must. طب ليه قلنا must هنا؟ عشان دي بنسميها strong advice يعني نصيحة قوية. She sweeps the bedrooms on Fridays. On Fridays يبقى الجملة مضارع، مضارع يعني زمن في المضارع لأنها بتعبر عن عادة. On Fridays يعني دايما الحاجة دي بيعملها أيام الجمعة، طبعا أيام الأسبوع لو جمعة فبتدل على عادة habit. طب الهابت هنا أو الهابت في المضارع is ولا was؟ طبعا was، letter B و D طبعا دي ماضي ما تنفعش، يبقى لا لتر A لا C. طبعا عارفين ان supposed to والمصدر، يبقى شيء is supposed to، الفعل suppose زي الفعل mean زي الفعل seem بيجي معهم to والمصدر. the football coach warned the players يعني المدرب كرة القدم حذر البلايرز اللعيبة. speak shout with each other again، طبعا هنا حذر warn بيجي معاها to والمصدر لو أمر مثبت أو not to والمصدر. هنا طبعا not to، not to shout، يبقى the football coach warned the players not to shout يعني ما يصرخوش with each other على بعضهم other again مرة أخرى. when I finish my homework، when I finish، finish هنا مضارع. I space a football match يبقى بيقابلها هنا مستقبل. when I finish my homework لما خلص واجبي. I am playing ولا I am going to play ولا am playing ولا will play، طبعا هنا نية ناوي لما يخلص واجبه يلعب كرة القدم، يبقى هنا plans أو decisions، يبقى ناخد am is are going to، يبقى when I finish my homework I am going to play a football match. space she a good car she would travel by us to a suit. طبعا هنا عندنا had ولا had had ولا having ولا to have، طبعا دي حالة شرطية if التانية أو second conditional الحالة الشرطية التانية. would والمصدر، طب would والمصدر بيقابلها هنا ايه؟ بيقابلها ماضي. طب انا عندي هنا ما عنديش الفعل، معنى كده ان انا بدلته بهاد. had she a good car، طب امتى had تحل محل if؟ اذا كانت فعل رئيسي للجملة.
طب اعرف ان هي فعل رئيسي. تعال نرجع الجملة كده. مفروض الجملة if she had a good car. if she had a good car، لو عندها سيارة جيدة she would travel by it to أسيوط. يبقى هنا ايه؟ had حلت محل if. سماح need into space the garbage her younger brother did 2 hours ago. سماح needn't collect ولا to collect ولا be collecting ولا have collected. ممكن أقول collect على إنها مضارع أو have collected على إنها ماضي. طب الجملة مضارع ولا ماضي؟ تعالوا كده بقول لنا سماح ما كانتش محتاجة تجمع الكمامة. her younger brother أخوها did 2 hours ago، عمل كده من ساعتين. يبقى هنا إيه؟ have collected، needn't have collected، يعني عدم الضرورة في الماضي لأن أخوها عمل كده من ساعتين. London is colder than Cairo in winter. This means that. طبعا لندن أبرد أو طقسها أبرد من القاهرة في فصل الشتاء. ده بيعني إن كايرو isn't as hot as London in summer، يعني القاهرة ليست حر زي لندن في فصل الصيف. طبعا خطأ. London is hotter than Cairo is hotter than London in winter. طبعا دي صح، يعني القاهرة أحر من لندن في فصل مين؟ في فصل الشتاء. طبعا هنا الإجابة صح. when she saw the fire، لما رأت الحريق she called، طبعا هنا call for help، يعني طلبت النجدة. call for help يعني إيه؟ استدعت النجدة. don't be nervous يعني ما تتوترش أو ما تتعصبش. and space calm and stay calm. stay calm يعني يظل هادئ. Mr. Nabil is known to be mint with his children. Mr. Nabil ده معروف ان هو mint يعني بخيل مع اولاده. The synonym of mean is يعني مرادف mean. Stingy طبعا كلمة stingy برضو معناها بخيل. لكن kind عطوف، tolerant متسامح، confident واثق من نفسه. To space means to do something funny to show that an event is special. طبعا to celebrate يعني يحتفل بشيء، يعمل شيء مسلي. to show that an event is special عشان يقول ان الحدث ده مميز. this restaurant service المطعم ده بيقدم space meals. I like eating there with my friends. بحب اكل هناك مع اصدقائي. this restaurant service is spicy يعني متبل او اطعمه حاره او متبله ولا تريكي غش ولا روتن معفن ولا جرتي قذر. طبعا هنا letter A. don't be space you have to apologize for your colleagues. طبعا don't be smart انيق او ذكي. rude يعني ما تكونش وقح. you have to يجب ان انت تعتذر لصديقك. طبعا هنا don't be rude. لكن سلفش أناني. فاشنبل يعني مسير للموضة. بعد كده عندنا سؤال الباسج. animals enjoy sports، الحيوانات بتستمتع بالرياضة. just like people مثل الإنسان. nobody would try to stop animals running in a field، لا أحد يستطيع إيقاف الحيوانات في الحقل. for example على سبيل المثال horses horse racing سباق الحصان. is just the same really يعني is just يعني مثله حقا. some horses like to run fast، بعض الأحصنة بتحب تجري بسرعة. nobody can seriously argue that horse racing is cruel to animals، إن سباق الأحصنة ده قاسي على الحيوانات. I don't think that you can say that the circus treat animals cruelly، يعني محدش ممكن يقول إن أصحاب السيرك دول بيعاملوا الأحصنة الحيوانات بقسوة. the animals get used to it، الحيوانات اعتادت ذلك. anyway على كل حال it's a good entertainment for us، يعني تبقى تسلية كويسة لنا. and the animals work hard for their living، والحيوانات بتعمل بجد للعيش. at least nobody kills them or eats them، يعني على الأقل محدش بيقتلهم ولا بيأكلهم. more and more people think that hunting is wrong، الكثير والكثير من الناس بيعتقدون ان صيد الحيوانات ده شيء خطأ. man doesn't have to kill wild animals، الانسان ليس ضروري ان يقتل الحيوانات او الحيوانات المفترسة anymore. and we should all get
used to the fact ويجب أن نعترف بحقيقة that killing for fun is pointless يعني قتل الحيوانات للمتعة pointless يعني شيء ليس له معنى. The most important point is that والنقطة الهامة is that zoos يعني حدائق الحيوانات are cruel cruel يعني قاسية to animals على الحيوانات and are worse than prisons وأسوأ من السجون because animals can never get used to being locked up in cages يعني الحيوانات لا تعتاد أبدا إغلاق الأقفاص عليها and everybody goes and stares at them وكل شخص يذهب لستيرز ينظر بدقة إليها we treat people in prison better than that فنحن نعامل الناس السجناء أفضل من ذلك. Space people see that hunting is wrong. أفيون قليل ولا only أفيون قليل فقط ولا the minority الأقلية ولا the majority طبعا the majority ليه majority لأننا more and more more and more يعني أكتر وأكتر more and more More and more people think يعني الأكثر When animals are locked in cages لما الحيوانات بتغلق عليها الأقفاص They are deprived فهم محرومون من Of freedom طبعا بيكون الحيوان محروم من الحرية The synonym of the word treat Treat يعني يعامل أو يعالج ولكن هنا معناه في القطعة Cure people يعني بيعالج الناس and animal الحيوان Pay for something يدفع لشيء behave towards or deal with يعني يتصرف تجاه او يتعامل مع punish someone يعاقب طبعا هنا letter C behave or deal with behave or deal with يعني يتعامل او يتصرف او يتعامل مع According to the passage يعني طبقا للقطعة animals and people have something in common الإنسان والحيوان عندهم شيء شائع it's that they get pleasure from sports طبعا they get pleasure from sports يعني بيجد السعادة من الرياضة وطبعا أول قطعة أو أول جزء في الباسج they lose sport بيكره أو يبغض اللي هي الرياضة they are cruel يعني هم قاسيين they stare at each other بيحلقوا البعض طبعا ده خطأ from your point of view طبعا لو جالي سؤال وقال لي from your point of view من وجهة نظرك what's the best title for this passage أفضل title طبعا هنا ايه animals ممكن نجيب عنوان كده للباسج من القطعة animals enjoy sports just like people أو animals like sports as people animals like sports as people are you for or against keeping animals in the zoo هل أنت مع أو ضد الاحتفاظ بالحيوانات في الحديقة طبعا I am against keeping animals at the zoo because they should be left at the forest يعني يتركوا في الغابة to live their normal life عشان يعيشوا حياتهم الطبيعية what do you think of using animals in circus يعني ما رأيك في استخدامها في السيرك I think for me it isn't bad because they entertain people بيسلي الناس and they trained hard to do this بالضرب كويس عشان يعملوا أو يقوموا بهذا الأداء Do you think hunting animals for fun is wrong؟ هل صيد الحيوانات للمتعة شيء خطأ؟ Of course yes طبعا ده yes Why? Because this is danger or this is a dangerous thing for environment يعني شيء ضار بالبيئة بالنسبة للجزء الخاص بالترانزليشن we should be optimistic and always think about the good sides in our life يجب أن نكون دائما متفائلين ونفكر يجب أن نكون متفائلين ونفكر دائما في الجوانب الجيدة في حياتنا بسميزم is a deadly enemy التشاؤم عدو مميت أو مهلك that defeats our hopes يهاجم طبعا أملنا and aspirations وطموحه
وطموحاتنا. We should always look carefully at the future. ويجب أن ننظر بتفاؤل للمستقبل أو ببهجة وفرحة للمستقبل. بالنسبة للترانزليت انتو انجليش، يحلم الناس في جميع أنحاء العالم بعالم من الحب والصداقة، حيث يستمتعون بالحرية والمساواة، وحيث يحب الفقراء الأغنياء لأنهم يساعدونهم، عالم حيث يوجد احترام متبادل ما بين الكبار والصغار. يبقى يجب أن نكون متفائلين ونفكر دائما في الجوانب الجيدة في حياتنا. التشاؤم عدو قاتل يقضي على آمالنا وتطلعاتنا أو طموحاتنا. يجب أن ننظر دائما بمرح إلى المستقبل. بالنسبة لترانزليت into English، People all over the world dream of a world of love and friendship. People all over the world dream of a world of love and friendship. A world where they enjoy freedom. A world where they enjoy freedom and equality والمساواة. And where the poor love the rich. Where the poor. حيث الفقير يحب الغني. Because they help them. لأنهم يساعدونهم. A world where there is a mutual or there is mutual respect. احترام متبادل. Between old and young. Between old and young. ما بين the old and young. Between the old and young. يعني ما بين الكبار والصغر. And young. Again, people all over the world dream of a world of love and friendship. A world where they enjoy freedom and equality, and where the poor love the rich because they help them. A world where there is a mutual respect between the old and young. ومن هنا وصلنا لنهاية تست اليوم أو نهاية تست كتاب المعاصر اللي هو تست أور موديل نمبر 15 مع التمنية للجميع بالتفوق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.